بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أراد رجل أن يبيع بيته وينتقل إلى بيت أفضل، فذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق، وطلب منه أن يساعده في كتابة إعلان لبيع بيته. وكان الخبير يعرف البيت جيدا، فكتب وصفا مفصلا له أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة، ووصف التصميم الهندسي الرائع، ثم تحدث عن الحديقة وحمام السباحة إلى آخره، وقرأ كلمات الإعلان على صاحب المنزل الذي أصغى إليه في اهتمام شديد وقال: أرجوك أعد قراءة الإعلان. وحين أعاد الكاتب القراءة صاح الرجل: يا له من بيت رائع، لقد ظللت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلى أن سمعتك تصفه. ثم ابتسم قائلا: من فضلك لا تنشر الإعلان، فبيتي غير معروض للبيع. لحظة، من فضلك، القصة لم تنتهي بعد. هناك مقولة قديمة تقول: احصي البركات التي أعطاها الله لك واكتبها واحدة واحدة، وستجد نفسك أكثر سعادة مما قبل. إننا ننسى أن نشكر لأننا لا نتأمل في البركات ونحسب ما لدينا، ولأننا نرى المتاعب فنتذمر ولا نرى البركات. قال أحدهم: إننا نشكو لأن الله جعل تحت الورد أشواك، وكان الأقدر بنا أن نشكره لأنه جعل فوق الشوك وردا. ويقول آخر: تألمت كثيرا عندما وجدت نفسي حافي القدمين، ولكنني شكرت رب المجد حينما وجدت آخر ليس له قدمين. أسألك: كم شخص تمنى لو أنه يملك مثل سيارتك، بيتك، موبايلك، شهادتك، وظيفتك إلى آخره؟ كم من الناس يمشون حفاة وأنت تقود سيارة؟ كم من الناس ينامون في الخلاء وأنت في بيت؟ كم شخص يتمنى فرصة للتعليم وأنت تمتلك شهادة؟ كم عاطل عن العمل وأنت موظف؟ كم وكم وكم وكم؟ ألم يحن الوقت لأن نقول: يا رب لك كل المجد، أشكرك يا رب. ربما تأخيرك عن سفر خير، وربما حرمانك من زواج بركة، وربما ردك عن وظيفة مصلحة، وربما حرمانك من طفل خير، لأنه يعلم وأنت لا تعلم، فلا تتضايق لأي شيء يحدث لك. يقال: لا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم. نحن بخير ما دمنا نستطيع النوم بدون مسكنات، ولا نستيقظ على صوت جهاز طبي موصول بأجسادنا. نشكر الله حتى آخر نفس. لا تنظر إلى الخلف ففيه ماض يزعجك، ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلقك، لكن انظر إلى الأعلى فهناك رب يسعدك. ياريت كل شخص يسمع الكلام ده يستعيد نعم ربنا عليه ويشكر المسيح علشان يزيده نعمة وبركة. إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، وخليكم دايما مع أولاد الملك. سلام، ربنا يكون معاكم.